هذا اخونا فيصل العتيبي. نعم نعم نعم, نعم. يستاهل ونعم وشرفنا وابن عمنا ونفتخر فيه. نعم. والله يقول في كتابه الكريم: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وايش الميزان الحقيقي؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا ابيض ولا أسود إلا بالتقوى. وحنا في هالوطن في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يطول بعمره، وفي ظل ملهمنا وقايدنا الأمير محمد بن سلمان، عيال رجال واحد ما بيننا فرق لا أبيض ولا أسود. وفيصل نفتخر فيه. وحنا يا قبيلة عتيبة، وأنا ابنهم وأتكلم باسمهم، نفتخر في كل رجال طيب يحب دينه ووطنه ويمثل عائلته خير تمثيل. ولو حنا عنصريين، انا يا غازي وحنا تربينا من على شيباننا الاولين ان ريجين خاوي ريجين، ولو حنا عنصريين ما تلقون مخاوين كل عيال القبائل اللي تشوفونها. انا الحمد لله امطير وشهران وفيفا كل القبائل اللي تشوفونهم. فاليوم انا اقول باسم اخوياي كلهم وباسم قبيله عتيبه، كفو لاخونا فيصل، نقدم له هدية باسم قبيلة عتيبة كلها، باسم أخوياي الحاضرين كلهم، سيارة 23 آخر موديل. استاهل 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 فيصل، استاهل ما شاء الله تبارك الرحمن. بكم إعلانك يا فيصل؟ 5000 ريال. 5000 ريال اليوم تعلن. أنا مون على أبو محمد الدوس تمون يا أبو محمد. اليوم تعلن الريق النحل ب10000 ريال. استاهل تستاهل. وبكره تعلن وتعلن بكره الدخول الاماراتيه ب10000 ريال. استاهل ما شاء الله تبارك الله. ولا عليك من القال والقيل. وعم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، وبلال بن رباح اسمعوا خشخشة عاله وهو حبشي اسود في الجنه. يا سلام. لا تخاف ارفع راسك وتلوم. والعيب ما هو